اتفضل. سيدنا، وفي علاقة بين الفكر والذكر والميديتيشن؟ يعني بيقولوا في الأمم السابقة بيوصلوا للخضرة والجذبة عن طريق الميديتيشن والرياضات وحاجات كده صعبة، فبيقولوا في التصوف بيوصلوا للدرجة دي عن طريق الذكر والفكر كتير، فبتبقى طريق أسهل شوي. هو ده اللي قام به المسلمون في دراسة الواقع، لأن احنا قلنا أن كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور كلاهما هو مصدر للمعرفة، وكلاهما صدر عن الله. كتاب الله المسطور القرآن صدر عن الله من عالم الأمر، فهو ليس مخلوقا، ولذلك قلنا القرآن كتاب الله ليس بمخلوق، ولذلك فهو متجاوز للزمان والمكان وكأنه نزل الآن. والذين يدعون إلى تأريخانية القرآن يريدون أن يحصروا القرآن في زمن نزوله، وعلى ذلك يتخلصون منه بجملة واحدة، وهو أنه لم يعد له حاجة في هذا العصر. كتاب الله المنظور هو مصدر المعرفة أيضا، أرشدنا إليها الله سبحانه وتعالى بالتدبر وبالتأمل وبالتفكر وبالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. فكلاهما مصدر للمعرفة. لما دخل الناس في دين الله أفواجا في الشرق والغرب، كانت عندهم تجارب روحية. من ضمن هذه التجارب الروحية اليوجا، ومن ضمن هذه التجارب الروحية المديتيشن التأمل، ومن ضمن هذه التجارب الروحية الزن، ومن ضمن هذه التجارب الروحية تلك التجارب التي كانوا يقومون بها أهل التبت أو البوذيين أو الشنتو أو غيرهم من أو الهندوك. عندما دخل المسلمون كانت الأمور واضحة أمامهم، وعندما دخل هؤلاء الإسلام كانت الأمور واضحة أمامهم، أن الإسلام يتكلم عن عقيدة واضحة بأن خالق الأكوان هو الله، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه مفارق للأكوان، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. كلام واضح. وعندما دخلوا الإسلام دخلوا ومعهم تجارب، فعرفوا كيف يأخذون منها تجارب الواقع وكيف يتقيدون بالجزء المعياري إن صح التعبير في لهجة اليوم وأدبياته من الوحي، حتى قال سيد الطائفة الجنيد: طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ما الذي كان يحدث في اليوجا؟ الذي يحدث في اليوجا أن هناك أماكن معينة كانت تتأثر بالتأمل تسمى الشكرات، والشكرات دي قد تفتح وقد تغلق وقد كذا إلى آخره، ويتأثر بها، لكن عنده عقيدة أخرى تخالف عقائد المسلمين، وهو أن هناك طاقة كبيرة للكون. هل هذه الطاقة هي الله؟ حاشا لله، هذه طاقة، هذه مخلوق، لكنها في هذا السياق توضع مكان الله. ويأتي التلبيس والتدليس بقى، ومن هنا فلا المديتيشن ولا اليوجا ولا الزن ولا غيرها من أنواع التأملات والتدبرات وكذا تنفع المسلمين. فقام عباد المسلمين ممن لهم تجارب بتنقية هذه التجارب، أخذوا الجانب الوصفي، أخذوا الجانب الكوني
أخذوا جانب التجربة الإنسانية وجعلوها تحت ظلال الكتاب والسنة. ماذا يأمر الكتاب والسنة؟ يأمر بأن نعبد الله المفارق للأكوان، الرحمن على العرش استوى، يأمر أن ندعوه بأسمائه الحسنى، يأمر أن نذكره سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لا يزال لسانك ربا بذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فصاروا في هذا الطريق وجربوا الأسماء الحسنى وجربوا كيفية الذكر وبنوا من هذه تجارب تحمي العابد في طريقه إلى الله من الانحراف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التجربة الإنسانية استفادوا من كل شيء إذا وافق الكتاب والسنة وتركوه إذا لم يوافق الكتاب والسنة. أما فكرة أن هناك طاقة وأن هذه الطاقة طاقة عظمى كونية يأخذ منها الإنسان وهي محل الله، حتى هذا الكلام يؤدي إلى الحلول والاتحاد، ولكن في الزن يقول لك عايز تصفى قم حط ملاية بيضة قدامك. قم يجدوا في السنة إن النبي عليه السلام نهى عن حاجة مخططة وقالت شغلتني أعلامها في الصلاة. ها قم كده مفيش مانع تكون زي ما قالوا الحكماء الماء والخضرة والوجه الحسن ثلاثة يجلين الحزن. هذه تجربة إنسانية. إذن فالمسلم يأخذ التجربة الإنسانية باعتبارها تجربة وصفية، باعتبارها تجربة إنسانية، باعتبارها واقع، لكنه يدخلها تحت ظلال الكتاب والسنة، فإن اتفقت معها كان بها وكانت من دائرة المباح المتاح، وإذا لم تتفق معها ردت ورفضت لأنها تخالف تلك الأوامر الربانية والمنح الصمدانية والتوجهات النبوية.